قال مصدر مطلع تحدث للساحل إن البنك المركزي قرر تمديد فترة سريان التعامل بالقطع النقدية القديمة حتى نهاية العام القادم 2019. وكان اتحاد أرباب العمل الموريتانيين قد طلب من البنك المركزي الموريتاني تمديد فترة التعامل بالقطع النقدية التي ستنتهي في 30 نوفمبر الجاري. وبرر أرباب العمل الطلب بحاجة ملاك المخابز للتعامل بالقطع النقدية في مختلف مناطق البلاد، حيث تعود المواطن على استخدام هذه القطع في معاملاته اليومية. بعد حوالي عام على بدء التعامل بالعملة الجديدة، جاء طلب أرباب العمل الموريتانيين للبنك المركزي بتمديد العمل بالقطع النقدية للعملة القديمة، والتي كان من المفترض أن ينتهي العمل بها نهاية العام الحالي 2018. ويرى البعض أن سحب القطع النقدية من الأسواق الموريتانية قد يخلق أزمة جديدة. وريهم رجال أعمال طالبين من البنك سنترال البنك المركزي أن يمدد لهم قضية هذا النحاس إلى السنة، والله يحل لهم اللي مشكلته. قالوا أنا لا بين هذه 10 و20 لا يتندار بلدها 100 و200، لا يتندار بلدها 100 و200، إياك تعود وراك، إياك تحل مشكلة هذه 10 و20. ومشكلة معنا هذا النحاس، ومتعطل به العمل، متعطل به في التاكسيات، متعطل به في لباتيك، ومتعطل به في الأمور كاملة. وهم اللي وحدين تجار كبار عادوا يقبضوه ويحتكروا على المواطن الضعيف، كيت سيارات الأجرة وكيت لباتيك. سائق سيارات الأجرة وأصحاب المحلات التجارية يرون أنهم المتضرر الأول من قرار سحب القطع النقدية للعملة القديمة من الأسواق في ظل عدم توفر بدائل لها، ونظرا لكونهم يستخدمونها في تعاملاتهم اليومية. عندنا هون أزمة بهذا النحاس حقيقة، جابرين منه أزمة مانعة شوي، ونختاروا بعد لا جبرنا مدة تمددنا المولى شوي، ولا تعطينا مولي فرصة ثانية تسمح لنا بها، إياك نجبروا بديل لهذا النحاس. ومشكلته مشكلة معنا عن 20 فيه ما يخالق، وخمسة قاع ما قد شفناه. وهذه رايالكم ما تقعد حالة بصيبتها ذي عن مدة عنده بديل رواية، هي ما بعد جبرت له بديل، ما تقعد تبدلها بذيك الطريقة ذي. ولا راجين منكم بعد تفكرونا بذاك بعد وتحلونا ذيك المسألة وتو. السلطات الموريتانية أصدرت عملة جديدة بدأ التعامل بها فاتح يناير 2018، وقد انتهى التعامل بشكل كلي بالأوراق فيما مددت فترة التعامل بالقطع النقدية، ويأمل التجار ورجال الأعمال في تمديد الفترة الزمنية وتوفير بدائل، خصوصا أنها تستخدم في التعاملات اليومية للمواطن البسيط. عبد الله للنهي الساحل تيفي نواكشوط.